ما هو انت يا نوسة لازم تقدري برضو ان جوز اختك ابو عيالها، وانت دايما كده بتلطشي بالكلام ومن حق ازعل. انا برضو اللي بلطش بالكلام يا سمير؟ انا بس يا اخويا عايزك تراعي ضميرك شويه. اراعي ضميري شويه؟ لا كده بقى خلاص خلصت ومفضها سير احسن. يا عم ما تهدى علينا، مش كده؟ ما تهدي انت شويه على الراجل يا نوسة. انا ما صدقت صالحته وجبته يا شيخ، وبعدين ما تنسيش انه سندي وستر. سندك وسترك؟ امال انا بقى ايه يا نوج؟ قص عليك اولعوا ببعض اما اشوف اخرتها معاكوا ايه. خلص والنبي يا وصال. لا ما خلصش. عشان خاطري. خلاص بقى. هعمل لك اكل ايه النهارده؟ هتعمل ايه؟ هعمل لك سمك وجمبري. لا اذا كان جمبري ماشي. حبيبي. والنبي نوجة. نوجة قوي يعني. اعتقدنا كده ان ربنا يقرب البعيد. طبعا يا حبيبي، وانا ليا من غيرك ادعي له يا قلبي. ما تحرمش منك يا حبيبتي. عيب بقى كده، نزل ايدك يا صالح. ايه رايك يا بت؟ ده احنا كاتبين كتابنا. ايوه كاتب كتاب بس يا صالح. طب تحب اجيب لك بسبوسه بقى ولا ايس كريم؟ نفسي في رحمة. عناية مز ولا حلو؟ مز حبيبتي. اطلع بالفلوس لدفنك هنا انت والمره دي هنا. لا الله يخليك الا البنت. الله يخليك، الله يرضى عليك. هناخد الذهب وهنذبحها لك وبخلي الفلوس تنفعك. ربنا يا بتكون اياه، بس البنت لا. اطلع بالفلوس يا روح امك. تخلص واطلع بالفلوس. يا ابني اسمع، تطلع فرتك لك دماغك. ارمي السلاح، ارمي السلاح حالا. هذبحها لك برضه. ارمي السلاح. اسمع اسمع يالا، ما تخافوش، معاك سلمة ولا حبل؟ ايوه عندي. هاتوا بسرعة. اسمع يرحمك. العيال دي تسلمهم في اول تمين ان شاء الله. ان شاء الله. اكيد اكيد. جزاك الله خير. الله يجزيك كل خير. السلام. السلام عليكم. ما تعرفش علي ابو دفين؟ اه. علي صلحوا كنا، صلحوا كنا. علي ايه انا؟ انت ايه اللي جابك هنا صالح؟ اللي جابني؟ دي مقابلة اتقابل بيها اخوك، ده انا بقالي شهرين ما شفتكش. اعمل ايه بقى؟ الدنيا عمالة تشيل وتحط فيا. كل ما امسك شغل اسيبه من غير سبب. ده كلام برضو؟ في حاجه بتقول من غير سبب؟ عايز تقول يا صالح، عايز تقول ان انا السبب؟ ها طول عمرك شايفني شمال، انما دي مش حقيقه. يا ريت بقى تاخد بعضك وتمشي، عشان انا هنا في شغل ومش حابه تضرب منه تاني. خيالك مالك؟ انت جاي لي يا صالح عايز مني ايه؟ ما تسيبني في حالي يا اخي. جاي اطمن عليك، انت اخويا حبيبي. اطمن عليا؟ اطمن عليا ولا جاي تشرد لي يا صالح؟ انا شردك وفي شغلك؟ ايه انا؟ مالك؟ انت رجعت تاني ولا ايه؟ ورحمة ابويا وامي لو رجعت يا علي لارميك تاني في المصحة، انت سامع؟ بقول لك يا صالح، بقول لك ايه، ما تخنقنيش منك بقى، طول عمرك عامل عليا فيها الكبير، وفاكر نفسك ابويا، لا يا صالح بقى انت مش ابويا، انت حي الله اخويا، وبعدين الاخوة دي بقى يا صالح كانت زمان، دلوقتي لا مؤاخذة انا اخويا دراعي. اوعى تفتكر ان الشويتين دول هياكلوا معايا،
لا انت مش اخويا بس، انت ابني. انا اريك اكتر من نفسك، انا اللي ربيتك، انا اللي شلتك على كتافي ووديتك للمدرسه، وكنت بستناك على باب المدرسه عشان ارجعك البيت. ايوه ايوه صالح، كر اللي فات كله، ما انت زهقتني منه ومن اللي جاي ومن كل حاجه. عايز اسمعها صالح؟ اتفضل اسمعها. انت اخويا الكبير وتاج راسي يا اخي، وتاج راسي اخواتي كلهم. خلاص سيبني بقى اشم نفسي، دي روح انا مش روحك انت. بس الناس تسمعها. يسمعوني حتى لو سبت الشغل هنا بسببك انت، مش مهم، هلاقي لي 100 شغلانه ثانيه. انا حافظ الاوردر حته حته، وحوار بقى المصحه ده فكك مني عشان انا بقيتش اضرب خلاص. ها انا بقى كبير السيجاره، ان شاء الله هبطلها قريب. يا ريت علي، يا ريت. بس لو بتكذب عليا ورجعت تاني انا مش هسيبك، اقسم بالله ما هسيبك. يا ماشي خلصني بقى، انا بقالي 7 ايام رايح جاي عليك. الله، انت هتصفرني ولا لا؟ خلصت انت؟ زي ما قلت لك 20% من ثمن البضاعه. يا باشا يا انا 20% دول يا انا، ده شجع عمري 30 سنه، انت تيجي على الجاهز كده تسفهم؟ هم 7%. ورا لا من هنا، عامل لي فيها غلبان. قول لي انت جايب الفلوس دي منين؟ مالكش صالح، هم 7%. هم 20% زي ما قلت لك. يلا يلا غور. ادي غورني. ايه ده؟ في ايه؟ انت عايز مني ايه يا باشا؟ طيب اعمل ايه؟ حاضر. تعرفش حد بيهرب هنا؟ علي لو المصحف الشريف والخطبه الشريفه ماليه في الكلام دي، ده انا راجل غلبان على جد حالي، بقالي 30 سنه شجاب ما سلكتش بيضه. ايوه بس بعمل لي فيها غلبان وانت لابس لي كوفيه اخر موديل بالشيء الفلاني. يا باشا انا في السليم، ده دي حته غفير مرمي في الشارع ليل ونهار غلبان. انا شفتك مع جبر وكنت عايز تهرب. عايز تهرب في السليم؟ تعالى هنا. يعني بقى اقول لك ايه؟ خد الكارت ده تروح لصالح وفؤاد، لو وافقهم يقضوا لك حاجتك اعرف انها خلصت. ايوه بقى مثل واعمل اللي ما بتعرفش تقرا. لا يعني بفك الخط خفيف كده يعني. هم اسمهم ايه؟ صالح وفؤاد، ما تنساش. ايه؟ صالح وفؤاد. تشكر إيه؟ صالح وفؤاد. أيوة. تشكر يا باشا. صالح وفؤاد. ايه؟ صالح وفؤاد. ايه؟ حضرتك قشطة يا معلم. أهلاً. أسامة بيه مبسوط منك قوي وزودك وبيقول لك معلم. إيه ده، أنت أول مرة تعرف إن أنا معلم ولا إيه؟ دي أقل حاجة عندنا. بعدين أخو المعلم معلم. أخوك ده معلم المعلمين، حد زيه؟ هو اللي علمني الصنعة. عشان كده بقول الحمد لله إنه ما عرفش موهبتك عشان إيه؟ عشان تفضل معايا هنا. ماشي. لأجل الدولار نبقى شطار. ايه اخبار الرحله؟ لا زي الفل، زي كل مره تمام التمام. خافش عليها يا معلم جاب، انا عامل فرعون الطريق 7000 سنه سواقه. يا مرحب، يا اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامه يا صالح. الحمد لله على السلامه. اتفضل استريح. اتفضل اتفضل. هذه نصف المصاري، واول ما توصل للبضاعه يا عم نص ولا ربع. نص ايه؟ ناخد فلوسي كلها الا يفتحها لنا. انت ليش بتوقف يا مصر؟ ما انت بتقول كلام ده يا عم ادهم. اهدى اهدى يا عم صالح. إيه؟ اول ما توصل للبضاعه بعطيك النصف الثاني. بقول لك يا معلم ادهم، احنا مش اول مره نشتغل مع بعض. انت مش جاي سواق غشيم، انت جاي صالح الدولي، يعني توتو على كبوته. حاضر، كلامك يمشي. اجلس استريح، اقعد يا صالح، ما تبقاش نرفوز كده. امال مين لازم ده من الاول؟ طيب يا خالد تشرب شيء؟ عايزين عم شرب شاي. اهلا. ازيك يا مدير؟ اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. امال فين شوشي؟ شوشي عندها شغل حسين ومش وقت حكي هلا. مش معقول كده يا مدير، محسسني ان شوشي دي انا شايطها من المعملتين، يعني عيب كده مراتي جايين يتشالب هنا في ما يصحش. يا حسين مراتك بالبيت، نحن هون عنا شغل. كلام مظبوط. مع السلامة. الله معك الله معك.
أيوة يا ماما. إزيك يا حبيبتي؟ عاملة إيه؟ وحشتيني قوي يا ماما. أنا بخير الحمد لله. صحتك عاملة إيه يا حبيبتي؟ الحمد لله. بتاخدي الدواء؟ عليا سلمي لي عليا. الله يسلمك. صابرين بتسلم عليك يا ماما. الحمد لله يا حبيبتي. أنت بس وحشتيني. خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. مع ألف سلامة يا ماما. إنه غريب تيتا عن جد. إذا أنت ما قدرت تروحي على مصر تزورية، ما بتفكر تجيهي على بيروت تزورك؟ أنا مصرية وبحب لبنان، بعشق هوا بيروت، دي بلدي التانية، بس مثل ما أنتِ عارفة تيتا بتخاف من ركوب الطيارة وعمرها ما إجت على لبنان. أوعى. المهم شو القصة مع الأستاذ عامر؟ تركني صلي هلا بشرفك ماما. إذن البضاعة بقى معلم آدم. يا خالد، يا خالد هات البضاعة من عندك. بقول لك يا معلم ادهم، بيت الصغار دي تطلع من الطابور. يا صالح يا صالح، مالك ومال البضاعه؟ انت تحمل وتشيل، ليش بتفرز؟ افرز ايه يا عم؟ اي واحده من دول يحصل لها حاجه على مسؤوليتها. اما دي عيله عيله. خد يا ماما تعالي. انت عندك كم سنه؟ 17. يا ام 17 دي 12 سنه بالكتير. وانت مالك انت؟ انا عندي 17 وكمان نمضه. ما تخزنيش، ما طلعش الطلعه دي. انت هتقفل يا صالح؟ خلاص قفلت. وفلوسك معاك ايه يا معلم؟ استنى استنى يا معلم صالح، لحظة استنى استنى يا اخوي. اهلا يا باشا. ايه؟ هو صالح ما جاش ولا ايه؟ ايه؟ يعني ايه مش عايز يطلع؟ لا 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 لا، بالراحة بس شوية لحد ما افهم. ها؟ ايوه ما هو. لا 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 لا، نحاول حضرتك بس. يعني اصل حكايه البنات الصغيره دي مسؤوليه، مشكله كبيره. اه ايوه ايوه، انا عارف ان صالح دماغه ناشفه. طب بص، انا هقول لك. لا انا هقول لك، احنا نزود 2500. والنبي يا عم ما تسيبني، والنبي خدني معاك. مالك يا بنت مكلبشه فيا كده ليه؟ انت منين يا بنت؟ انا من الجيزه. وراحة فين يا بتاعت الجيزة؟ راح لابويا. ابوكي؟ حد يسافر لابوه برضه بالطريقة دي؟ تهربي؟ انت مجنونة يا بت. والنبي يا عم خدني معاك، ابويا بقاله سنين سايبنا. بقولك ايه، بعتنا له برضه مفيش أي فايدة. الشويتين دول مش عليا، مش هيركبوا معايا. يا معلم صالح، تليفون. مين يا سيدي؟ فؤاد باشا. يا فؤاد. معلم آدم جايب لي بت قاصر، عايز يوديني في داهية. مش هينفع. طب خلاص يا فؤاد، خلاص يا حبيبي. سلام. انت عارفه ابوك فين يا باشا؟ ايوه عارفه، شغال في شركه كبيره قوي في لبنان، بتبني بيوت وعمارات. طب انا هاخدك معايا، بس ما اسمعش حسك، انت فاهمه؟ قدامي. لا حول ولا قوه الا بالله.